اليرموك كانت معركة بين المسلمين والروم في الشام تقريبا، وكان قائد المسلمين الزبير بن العوام. لا ما عنديش فكرة عنها. أعرف إن المعركة دي بتاعت خالد بن الوليد بس، وإن المسلمين انتصروا فيها وهزموا الكفار، وتاني بس أعرف حاجات بس مش هي في بالي يعني دلوقتي. معركة الإيه؟ اليرموك. اليرموك دي معركة إسلامية، ما اعرفش عنها حاجه تاني. اعرف المعركه دي قام بيها خالد بن الوليد، صح كده؟ صح. معركه اليرموك لا ما عنديش فكره. ديت معركه من المعارك الاسلاميه، وانتصر فيها المسلمين في المعركه دي. ده معلومات يعني، ودي من المعارك اللي مشهود بيها في التاريخ الإسلامي. السلام عليكم.